خرافة سن اليأس، ولكن خلينا نقول ان هي دورة تغيير هرمونات بتحصل في الستات، بتتفاوت المراحل السنية، في ناس بتبتدي في فترة مبكرة، في ناس بتوصل لمرحلة متأخرة، اكيد ليها اسباب او بتبقى وراثة او ايا ما كانت الاسباب، ولكن النساء لها، النساء عندهم من القوة لأنهم هم معطائين بطبيعتهم، لكن احنا بنقول حاجات انذار او انتباه لحاجات كتير جدا نقدر ان احنا نعديها بأمان. ودكتور اسماعيل، عشان اعبر او الستات تعبر هذه المرحلة اللي هي قدر محتوم على الجميع، اي مكان بقى المرحلة السنية، ويبقى العبور الآمن او ان انا يبقى عبور غير امن، هل دي ليها استعدادات ولا دي بالصدفة ولأسباب اخرى الستات ملهاش ايد فيها؟ لا، هي اول حاجة هي مش عبور مرحلة ولا حاجة، هي مرحلة من المراحل العادية بتحصل عند الناس كلها. فبالتالي انت لما تيجي تقولي انا وصلت لسن معين، السن ده حصل فيه تغير في الهرمونز. الستات بيتولدوا بعدد معين من البويضات، بتولد مثلا ب 2 مليون بويضة، بيوصلوا عند سن البلوغ 500,000 بويضه، بتخلص على مدار 500 سايكل اللي هي توصل عند سن 51 سنه. ده المفروض ان بيتوقف فيه النشاط الانجابي، يعني بيتوقف النشاط الانجابي، البويضات بتخلص. البويضات مش بس كانت بتساعد على حدوث الحمل، لا، هو بتخرج هرمون اسمه الاستروجين. هرمون الاستروجين ده يعتبر يعني ايه، هو ده الصديق بتاع الستات اللي هو بيظهر الانوثه في كل حاجه. ولقوا ان هرمونات الاستروجين، هرمون الاستروجين في ريسبتورز اللي هي مستقبلات موجوده في كل الاماكن اللي في الجسم، يعني موجوده في المخ، موجوده في قناه، فموجوده في كل حته في الجسم. فبالتالي الهرمون الاستروجين دوت مفيد لحاجات كتير. يحصل عند سن 51 سنه لما الهرمون الاستروجين دوت او البويضات بتخلص، فهرمون الاستروجين بيقل، فبيبدا يحصل اعراض بتاعت نقص هرمون الاستروجين. اللي هي ايه بقى؟ اللي هو ايه بقى؟ اول حاجه بيحصل هوت فلاشز، اللي هي موجات الحمو اللي الست بتحس بيها. فوقت من الاوقات تبقى هي قاعده هبو يجي لها بالليل، بتعرق يجي لها في وسط حوار كده، بس اروح لحد لا كتير جدا بتعرق وهي نايمه كتير جدا. حاجه برضو مشهوره قوي انه ما بتعرفش تنام، يعني طول الوقت في ستراجل في انها تنام في السرير، تفضل قاعده سهرانه، اللي هو الارق المزمن. ارق مزمن بيبدا بعد كده بتجي لها مود سوينجز، يعني تغير في الحاله المزاجيه، شويه تبقى مبسوطه وبعد شويه تبقى متضايقه. الحاجات دي كلها كل الستات بيفتكروا انها حاجه طبيعيه للسن، لكن هي مش للسن قد ما هو نقص هرمون الاستروجين. ايوه، لا، بدليل ان الهرمونات دي بتتغير في مراحل مختلفه في الستات، او في الشهر، في ايام معينه في الشهر بيتغير الهرمونات دي، بتغير المود في الجلد، في الحيويه بتاعت الجلد نفسه. بيحصل حاجه اسمها جفاف مهبلي، الست بيبقى عندها ما عندهاش القدره على العلاقه الزوجيه بطريقه طبيعيه زي قبل كده بسبب هرمون الاستروجين. بيحصل لها حاجات ساعات، ست الناس كتيره جدا بيجيهم الام والتهابات كتيره جدا من المهبل، ده برضو بنفس السبب. في حاجات لونج تيرم بقى افكتس كمان، يعني هرمون الاستروجين مسؤول عن حيويه العظم، فتلاقي ان العظم نفسه بيحصل حاجه اسمها اوستيوبوروز، او وهن في العظام او هشاشه في العظام، لو الهرمون دوت نقص بقى شديد. وفي ستات عندهم حاجه اسمها ان النقص ده بيبقى اكتر من الطبيعي شويه، بدل ما هي مثلا 3% ممكن يبقى اكتر من كده، يعني فاست بون لوزرز. في حاجات في القلب ممكن تأثر عليها. زمان في مثلا في انجلترا كان الحاجة الوحيدة اللي بيقولوا لهم عليها ان الست عندها بروتكشن، عندها حماية من امراض القلب لحد ما توصل 51 سن انقطاع الطمس او المينوبوز. طب يبقى ده بذمتك، يعني يبقى ده اللي انا قلته قطر وعدى علينا. مش قطر وعدى علينا، هي قصة كده. انت عندك هرمون ناقص، لو عندك هرمون في الغدة ناقص بتعملي له ايه؟ باخد أدوية. تاخدي الهرمون؟ دواء، بروح للدكتور وهو بيديني دواء. الهرمون ناقص بتاخدي له هرمون. ايه اللي سبب ان لما الهرمون بينقص في سن معين احنا ليه مش بناخد الهرمونات التعويضيه؟ ايوه، بس دايما بنخاف من الكانسر. ايوه، الهرمونات التعويضيه دي بتجيب سرطان. بالظبط، بنخاف من الكانسر. ده بقى اللي هي الخرافه اللي الناس مصدقاها انها بتجيب سرطان. وبتجيب سرطان لمين؟ يعني هي لازم احنا لما نبص على حاجه، لسه كنت بتكلم مع الزملاء الدكاتره دلوقتي، ان مش معنى ان حد نزل، هي في دراسه حصلت في 2002 اسمها WHI study،
قالت ان الهرمون الاستروجين او الهرمون ريبليسمنت عامه، الهرمونات التعويضيه ممكن تزود فرصه اصابه بالسرطان بتاع الثدي، بدل ما هي مثلا 5 في الألف بقت 6 في الألف، يعني واحد زياده نسبة. لكن هي لو الست مثلا بره مثلا في اوروبا اللي بيشربوا الكحول مثلا بيشربوا 2 واين في اليوم مثلا، النسبه اكتر في ان هم يجي لهم كانسر في البريست. واحده بتشرب سجاير نسبه ان بيجي لها بريست كانسر اكتر من الهرمونز. حاجات كتيره قوي ممكن تزود، وفي نفس الوقت مش كل الناس بيجي لهم بالطريقه دي، بالذات مع الادويه الجديده والهرمونات. طريقه تلقي الهرمونات ازاي؟ يعني زمان كانت طريقه تلقي الهرمونات اللي هي بالفم وطرق غريبه، دلوقتي الطرق الجديده خلت ان بقت سهله جدا انها تتاخد. خلينا نعرف ايه هي الطرق الجديده دي مهمه، دي هنيجي لها في طريق